تواصل حملة 100 يوم صحة فعاليتها بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل محافظة قنا، والتي تستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل ضمن مبادرة 100 مليون صحة. الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة. كما يتم خلال الحملة تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم وحتى سن 5 سنوات. المبادرة باختصار، احنا دايما بنقول مصر من الدول القليلة جدا التي تهتم بصحة مواطنيها قبل أن يولدوا، ودي حاجة مهمة جدا. المبادرات في 100 يوم صحة، تركيز على مبادرات الصحة العامة، تركيز على كل الخدمات الصحية التي تقدمها سواء المستشفيات أو الوحدات الصحية، وحتى التركيز على دور الإدارات المختلفة مثل التوعية المجتمعية والثقافة الصحية وهكذا. ببساطة احنا عندنا 155 وحدة تقدم جميع المبادرات. المبادرات في ناس كتير قوي ما تعرفش أهميتها ايه، لكن لما تعرف ان ابنك اللي في الحضانة اللي محجوز في مستشفى بيتخذ له عينة تحلل 8 أمراض وراثية، بدل أن يصاب الطفل بأمراض مختلفة مثل التخلف العقلي يمكن معالجة هذه الأمراض في المهد. جيت مبادرة 100 يوم صحة، والحمد لله كشفت سكر وضغط وكلى، والحمد لله، ونشكر سيادة الرئيس، نشكره على رأسنا، وربنا يخليه لنا، ربنا يخليه للشعب، وكله بالمجان.